عليكم، مرحبا بجميع الشباب ومرحبا بجميع الأصدقاء ومرحبا بجميع المشاهدين والمتابعين. في الحقيقة هذا الفيديو ما غاديش تلقاه في شي بلاصة، لأنه هذا كيتعتبر سر من أسرار اليوتيوب. سر راه ما يمكن يفهم ليه إلا داك اللي كيدخل اليوتيوب واحد العامين ولا 3 سنين، يعني كيتحكم معاه مزيان، يعني حتى كيجرب وكيلقاه سر ناجح. السر كيكمن في أني نستغل الذكاء ديال الانسان. يعني انت عندك واحد الذكاء محدود في الفهم، وذكاء محدود في سرد الوقائع. اذا انا غنمشي على حساب هذاك الذكاء ديالك، خلي الذكاء ديالي يبقى ابار، غادي ينزل عندك انت، غادي نفتح لك واحد المضمون او واحد الفيديو اللي يخليك انت تستنبط افكار جديده استنادا من داك الفيديو اللي انا فتحت ليك، باش من بعد غنلوح لك فكره اللي غنردك فيها لداك الشيء اللي بغيت انا بالذكاء ديالي. بزاف ديال الناس غالطين في هذه المساله، كتسحب راسكم كيديروا لكم مثلا شي فيديو عنده علاقه بشي فنان ولا شي كارثه ولا شي مصيبه، هما كيفتعلوا لك فيديو، يعني يقومون بافتعال لكم فيديو بالنسبه لاخواننا العرب من اجل ان تقوم بالتعليق عليه وسرد مجموعه من المعلومات تحت فهمك ووعيك ومحدوديات عقلك. يعني هنا يتم استغلال العقول لصالح أنه يحصل على أكبر عدد من التعليقات، أكبر عدد من المشاركات، أكبر عدد من الديسلايك. العديد من الأشخاص يعتقدون أن زر ديسلايك يعبر على أنه سيفشل صاحب الفيديو أو سيقوم بالإطاحة بالفيديو. موقع اليوتيوب جعل لايك وديسلايك فقط للتعبير، يعني لايك ولا ديسلايك فهي ترفع من نسبة المشاهدة، لايك ديسلايك ترفع من نسبة التفاعل، يعني لا فرق بين هذه وبين هذه. إذا كنت تعتقد أن هذه غادي تطيح بالشخص ولا غادي تهرسه فراك غلط، هو هذاك الشخص تعمد أنك تدير ديسلايك. صافي الصلاة على النبي، تم استغلالك وقصفك بنجاح كما يصطلح عنه يعني في المنطق وفي الواقع. يعني الا شفتي شي حاجه في اليوتيوب الله يجازيك بخير، ما تعتقدش راسك انك طورونتو ما تفرجش فهمتك بزاف، حاول انك ترجع للور ومنطق وفهم واستوعب عاد رد. الا ما بغيتيش ترد ما تسوقش، تفرج في الفيديو وخرج. اذا كنتمنى انكم تكونوا واعيين، ونتمنى انكم تكونوا فاهمين، وماشي الريح اللي جا يديرها بينه وبيكم، لانه هذه استراتيجيه حتى واحد ما غيقولها لكم. السلام عليكم.